بسم الله المنتقم. بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. رجل لم تزل به زوجه تشعل مراجل الكره والحقد والبغض على امه حتى قبر قتلها. قصة لا اله الا الله. قصة يقتل امه. يقتل امه. قصة وعبرة. على وما لا طيب. والله ما رأيناها في الوحوش الكواسر ولا سمعنا بها في اتباع الضواري. يقول الراوي فاستدرج امه في نزهة برية وهي فريحة تدر ابنها بها، فلما وصل الى مكان خالي قال لامه انزلي. قالت هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ قال انزلي فاني اريد قتلك الان. لقد نقضت علي وعلى زوجتي معيشتنا. فبكت الام وقالت يا ولدي يا ولدي يا ولدي دعني اعيش في منزلني وحدي. قصة قال يعيبونني الناس. قصة لكن اذا قتلتك لا يعلم احد. قصة يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي انا امك انا امك حملتك ارضعتك ربيتك سهرت لنومك يا ولدي عليت لاجلك، لكن ما حركت كلماتها قلبه يا ولدي ولا هزت عباراتها فؤاده. وقالت له الله يعلم بامرك مطلع على عظيم جرمك وسينتقم منك ومن زوجتك. فقال ساخرا اذا لينجيك الله من قتلتي. قالت اذا دعني حتى اصلي فاذا كنت في التشهد فاقتلني اقتلني. وفعلا كبرت من صلاتها، فلما بلغت التشهد رفع صخرة كبيرة من ورائها يريد ان يهوي بها على رأسها، وفجأة سمعت الام وفجأة صراخا مخيفا من خلفها، فنظرت فاذا بابنها قد خسفت به الارض في الأرض وباقي جسده في الهواء، ويده التي رفع بها الحجر قد سلت تماما لا يستطيع لها حراكة. فصرخت الأم باكية على ولدي الوحيد، ولدي حبيبي يا رب ما أنجبت غيره، ولدي ماذا حل بك؟ ماذا أصابك؟ ما أخذت بحنان تسحبه وتزيل التراب عنه بيديها الضعيفتين وهي تقول ليسني مت أنا دون أن يحدث لك هذا المكروه يا ولدي. وما أصدق المثل، قلبي على ولدي فطر وقلب ولدي علي حجر. يا ولدي إلى كل ابن عاق بوالديه أين الدمعة الحانية؟ فارجع وتب ولهم الندم.